بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم إن شاء الله راح يكون عندنا آخر محاضرة باللي هو التشابتر أو الوحدة رقم 3، ورايحين نحكي اليوم عن اللي هو الأكويرينج ترافيك إن راديو نتورك، أكويرينج ترافيك إن راديو نتورك. عملية المقصود بها جمع البيانات في الشبكات اللاسلكية، جمع البيانات في الشبكات اللاسلكية. حقيقة بالنسبة للشبكات اللاسلكية فيها عمليات تعقيد أكثر من جمع المعلومات في الشبكات السلكية، وذلك لطبيعة تنوع واختلاف الشبكات اللاسلكية. لذلك احنا بنهاية الوحدة هاي رايحين نسولف في عجالة عن أنواع الشبكات اللاسلكية المستخدمة بالعالم حاليا، المور كومون اللي هي الأكثر استخداماً، ورايحين نسولف عن طرق اللي هي عملية جمع المعلومات في هاي الشبكات من أجل استخدامها في عملية تحليل الأدلة الجنائية للشبكات. وقلنا أنه العنصر الرئيسي في عملية التحليل وجمع المعلومات أنه يصير في عندنا اللي هو الإيفيدنس، يصير في عندنا إيفيدنس. لذلك احنا قاعدين بنقوم بالمرحله هاي بجمع اللي هي الايفيدنس، جمع الادله، جمع الادله. في عندنا احنا الشبكات اللي يتم استخدامها بشكل عام باللي هو الوايرلس نتوركس، في عندنا الولان الأكثر اللي هي استخداماً، والولان هي اختصار للوايرلس لوكال إيريا نتورك. والتقنية اللي احنا بنستخدمها بالوايرلس أو لوكال إيريا نتورك، الولان اللي هي الوايرلس لوكال إيريا نتورك، نستخدم اللي هو الاي تربل اي 802 بوينت اللي هو ال 11. في عندنا كمان شبكة اللي هي الموبايل تليفون، وهاي بتكون with اللي هو الوايد variety of protocol being currently in use. يعني عندنا بروتوكولات كثيرة بنستخدمها احنا مع الموبايل تليفون اللي هي الجوال او التليفونات الجوالي او المتنقلة. في عندنا ايضا من الشبكات الأكثر استخداماً حالياً البلوتوث، والبلوتوث أيضاً إحنا بنسميها الوبان اللي هي الوايرلس بيرسونال إيريا نتورك، وهذولا طبعاً نستخدم لهم اللي هو التقنية الاي تربل اي 802.15.1. وطبعا هذا بيعتمد على اللي هو مينلي على الكلاس تبعت الديفايس، يعني الديفايس اللي احنا بنستخدمها تنتمي لاي كلاس، وبحيث انه الرينج فاري من اللي هو نص متر اب تو 100 متر، يعني الرينج اللي بتنتقل فيه الداتا باستخدام البلوتوث ممكن انه يتراوح ما بين اللي هو نص متر ولغاية 100 متر، وهذا بيعتمد على نوع الجهاز اللي احنا بنستخدمه. في عندنا ايضا شبكة اللي هي الاي تربل اي اللي بتستخدم تقنية اي تربل اي 802.15.4، وهذا بنرجع لها از اللي هو اللور لاير فور بروتوكول زي الزيجبي، زيجبي أو اللي هو لو بي
وطبعا الرينج هون بيكون مشابه للرينج اللي بيكون موجود بالبلوتوث. وبالتالي الباور ريكويرمنتس والداتا رينج ار جنرالي لوور ذان اللي هو 802.15.1، يعني بشكل عام اقل من البلوتوث قليلا، ما عدا انه في عندنا نستخدم مع البلوتوث احيانا اللي هو اللو انرجي بتكون مشابهه للاي ترابل اي 802.15.4. هاي بعجاله طبعا احنا اخذنا بها ماده هاي اللي هي الوايرلس نتورك، لكن بعجاله وباختصار شديد لمعظم الشبكات اللاسلكيه الاكثر استخداما بحياتنا اليوميه حاليا اللي احنا بنستخدمها. الان لكل واحد من هذول البروتوكولات اللي انتم شفتوهم، اعيدهم مره ثانيه، اللي هو الاي ترابل اي 802.11، الاي ترابل اي اللي هو بالموبايل تليفوني، وفي عندنا فيريتي لبروتوكولز مختلفه عده انواع من البروتوكولات، وايضا في عندنا اللي هو 802.15.1 802.15.4، واللي هو ايضا اللي هو اللو انرجي اللي احنا بنستخدمها مع البلوتوث. هذولا بيستخدمن ترددات مختلفه، والترددات المختلفه هاي بنسميها اللي هي فريكوانسيز باندز. والفريكوانسيز باند هاي اللي احنا بنستخدمها مشان احنا ايش نسوي عمليه نقل للداتا، يعني تنتقل الداتا من خلال different frequencies band. الآن الباند هاي itself نفسها احنا قلنا لكم بالشبكات اللاسلكية انه بنقسمها لأجزاء أصغر بنسميها الشانل، لمجموعة من الشانلز. الآن الباند هاي والشانل هاي يتم استخدامها في المناطق العالم المختلفة، يعني وين في منطقة بالعالم بدهم يستخدموا شبكات لاسلكية بدهم يستخدموا واحد من الفريكوانسيز باند ومجموعة من اللي هي الشانلز التابعة للفريكوانسي باند بعد ما احنا نسوي عملية تقسيم لها. اذا شو اللي بصير؟ اللي بصير انه مش جميع البلدان بتستخدم نفس الباند ونفس اللي هي الشانلز جروب. بمعنى اخر انه عندنا بالاردن مثلا احنا بنستخدم باند معين وبنستخدم مجموعه من الشانلز مختلفه تماما عن اللي بيستخدموها على سبيل المثال بالسعوديه او بالعراق من الدول المجاوره لنا، او سوريا على سبيل المثال، او فلسطين. وبالتالي الداتا قاعده بتنتقل من السورس للديستنيشن باستخدام فريكوانسي مختلف بالاردن، باستخدام فريكوانسي مختلف بسوريا، استخدام فريكوانسي مختلف في العراق وبالسعوديه، وهي امثله طبعا احنا بنعطي. طيب الان المشكله وين بتقع؟ المشكله بتقع انه احنا بدنا اجهزه مشان تجمع الداتا اللي قاعد بتنتقل على الشبكات اللاسلكية. الشبكات اللاسلكية قلنا قاعد بتستخدم فريكوانسي مختلفة من بلد إلى بلد، بمعنى أنه الإكويبمنت اللي إحنا ممكن نستخدمها في جمع الداتا بالأردن مش بالضرورة أنها تزبط عندنا بسوريا أو بالعراق أو بمصر أو بالسعودية. إذن كل دولة بتستخدم قاعدة فريكوانسي معين، باند معين، مجموعة من الشانلز، وبالتالي بدهم يستخدموا معدات مختلفة، سواء كانت هاي المعدات زي ما قلنا لكم اللي هو
بتكون سوفت وير اور هارد وير مشان عملية تجميع الداتا هاي، اذا رايح تكون مختلفة. وبالتالي احنا ما بنقدر نحط نظام موحد للعالم كله انه من خلاله بنقدر احنا نجمع الداتا هاي، وهاي هي الصعوبة الحقيقية في عملية جمع الداتا بالشبكات اللاسلكية، انه احنا بنستخدم different wireless network زي ما ذكرناكم قبل شوي، عدينا 4 أو 5 منهم، الموست كومن الاكثر استخداما حاليا بالعالم، هاي واحدة. الشغلة الثانية انه كل نوع من انواع الشبكات تاي بكل بلد من البلاد العالم قاعدة بتستخدم group of channels تابع لي باند معين اللي هي frequency band، frequency band. وبالتالي بترتب عليه انه احنا لا يمكن انه احنا نستخدم تقنية واحدة او اداة واحدة في جمع البيانات اللي قاعدة بتنتقل عندنا بالشبكات اللاسلكية بالعالم كله. اذا عملية الجمع في عندنا على سبيل المثال، في عندنا بنستخدم اللي هو السبيكترم اناليسز، وهي السبيكترم اناليسز هاي تم تصميمها مشان عملية اللي هو مراقبة الار اف الراديو فريكوانسي and report on usage. They can be very helpful for identifying room اللي هي wires. هاي احنا واحد من الادوات اللي احنا بنستخدمها مشان عملية مراقبة الشبكات اللي بتستخدم عندنا اللي هو الراديو فريكوينسي. الان مشان عملية اللي هو يصير في عندنا جمع للداتا اللي قاعدة بتنتقل بالوايرلس لوكال اريا نتورك، الانفستيجيترز اللي بيقوموا بالمهمة هاي، وقلنا الانفستيجيترز في عندنا حالتين ليهم. في عندنا حالة ممكن انهم يتعاونوا مع الادمن تبع الشبكة اذا كان الموثوقية بعالية، يعني من ضمن نفس المؤسسة، وهذا طبعا يعني بكون يعني نادر الحدوث انه الانفستيجيترز والادمن يكونوا at the same company. والحالة الثانية انه بيشتغلوا بدون تعاون مع الادمن، وقلنا لما يكونوا بيشتغلوا بدون التعاون مع الادمن او الادمنستريتر بكونوا هون بيشتغلوا كأنهم هاكرز، لكن هم بالحقيقة ايش؟ مش هاكرز، لانه الاجراءات اللي بيقوموا بها هي مشابهة لها الهاكرز. لكن الفرق بين الانفستيجيترز شغلهم على الشبكة وما بين الهاكرز انه الانفستيجيترز الهدف النهائي لهم اللي هو to collect the network evidence بينما الاتاكرز او الهاكرز بكون الهدف الرئيسي من دخولهم للشبكة مش بس جمع المعلومات، لكن المعلومات اللي بيستخدموها اللي بيجمعوها بيستخدموها ضد الشخص اللي جمعوا المعلومات عنه، او ممكن انه يستخدموا هاي المعلومات في حيث انه يبتزوا الشخص اللي جمعوا المعلومات عنه، او انه ممكن يدخلوا على الشبكة من اجل اللي هو اتلاف المعلومات اللي موجودة داخل بعض الاجهزة، او انه محي المعلومات اللي موجودة داخل الاجهزة، او ضرب اللي هو الاوبريتنج سيستم نفسه للاجهزة اللي موجودة داخل الشبكة. اذا صار في عندنا فروق واضحة ما بين الهدف وما بين شغل اللي هو الانفستيجيترز وما بين اللي هو الهاكرز او الاتاكرز لما يدخلوا على الشبكة. طيب بنرجع الان للانفستيجيترز. الانفستيجيترز المحققين هم بحاجة حقيقة ل 802.11 wireless card capable for running الوين اللي هو بالمونيتور مود، يعني يكون بالإعدادات تبعته بالكونفيجريشن تبعت 802.11 للوايرلس كارد
بحيث انه احنا معدينه هذا الكارد بحيث انه يشتغل في عملية اللي هو المونيتورينج مود. والمود هذا بالولان عادة فور اليوزر العاديين ما بكونش مدعوم، اذا لازم يستخدموا اللي هو انهانس 802.11 وايرلس كارد بحيث انه يكون قادر على يشغل المود المونيتورينج مود. وقلنا تأكيد انه هذا المود مش متوفر لكل الكارتات اللي بتنتجها الشركات المختلفة حول العالم، فقط بكون مهيئ او موجود او مصمم للانفستيكيترز، وبالتالي رايح يكون من حيث السعر رايح يكون السعر تبعه مختلف تماما. والمود اللي ذكرناه لكم اياه بالمحاضرة السابقة اللي هو البروميسكاس مود بيختلف عن اللي هو المونيتر مود. المونيتر مود شو اللي بيصير به؟ وهاي ضرورية جدا نفهمها ومهمة جدا. بالمونيترينج مود اللي احنا ممكن نهيئه بال 802.11 وايرلس كارد، الباكت بتم عملية اللي هي جمعها بدون عملية اكسسنج اللي هو او سوري بدون ما نسوي عملية اسوسيشن للاكسس بوينت. يعني احنا اذا سوينا اللي هو 802.11 كارد سوينا على المونيتورينج مود، ما فيش داعي انه احنا نسوي اسوسيشن، يعني نتعاون او نشبك مع الاكسس بوينت اللي موجودة داخل المؤسس اللي احنا بنراقبها او الشبكة اللي احنا بنراقبها. الترافيك from and to all access point and station in radio range will be captured independent of اللي هو SSID. سؤال الآن للطلاب اللي موجودين معنا، شو هو SSID للي أخذوا شبكات اللاسلكية؟ دكتور زي هي عنوان الشبكة الويرلس، يعني نقطة الاتصال زي معرفة عليها. كويس حسين. يا حسين دكتور معاك تفضل. شو الـ SSID؟ أخذت شبكات لاسلكية انت؟ لا زمان أخذتها والله يا دكتور. طيب تذكرنا ايش من هالزمانات. اختصار لكلمة secure socket، نسيت الاختصار ولا تبع هذاك. طيب مغربي يا مغربي رانيا فرح. نعم دكتور. مين رانيا انت ولا فرح؟ رانيا. يلا يا رانيا. فرح. ايوه دكتور تفضلي. شو الاس اس اي دي؟ هو مفتاح الامان بالشبكه دكتور. اوكي طيب الان بنيجي قلنا انه المونيتورينج مود اللي لازم يكون مهيئ ومعد ب 802.11 وايرلس كارد بيختلف عن البريمسكاس مود اللي سولفنا عنه بالمحاضره السابقه. الآن المونيتور مود قلنا إحنا بتصير عملية جمع للداتا بدون ما نسوي إحنا عملية أسوشيشن لمين؟ للأكسس بوينت.
طيب الآن بدنا علي حمدي قطليش يسولف لنا عن اللي هو البرومسكاس مود اللي سولفنا عنه بالمحاضرة السابقة، شو هو تعريفه وشلون بيشتغل؟ دكتور حاضر ماضي كان صوتي يقطع وما كان يقطع ولا يدبك؟ كان يدبك هو كثير. طيب كان يدبك. أوكي محمد عدنان، يلا يا محمد عدنان معاك دكتور، بس اسمح لي ايه السؤال اللي هو برسمس كود؟ هذا المود حكينا عنه المحاضرة السابقة، شو هو؟ تمام، اللهم صل على سيدنا محمد، اللي هو كيف بيشتغل؟ شو بيشتغل؟ شلون يعني؟ شو هو؟ شو المقصود بيه يعني؟ وظيفته اللي هو بيراقب الداتا اللي بتنتقل بش اسمه. طيب اذا زي ما تفضل صديقنا محمد هون بقول انه الباكت يتم جمعها، لكن حتى يتم جمعها لازم يصير في عندنا تعاون مع اكسس بوينت. هذا الفرق الرئيسي بين المونيتور مود وبين بين اللي هو البروميسكاس مود، انه واحد منهم لا يتعاون مع اكسس بوينت والثاني بتعاون مع اكسس بوينت، وبالتالي لما بالبروميسكاس مود بيتم التعاون مع الاكسس بوينت يتم اللي هو الاصغاء للباكيتات التي يتم تنقلها من خلال هاي الاكسس بوينت، وبنقوم بجمع هاي الداتا طيب الآن أهم اختلاف بين المونيتور مود والبرمسكس مود إنه المونيتور مود the packet are captured بوين؟ بال 802.11 format، لكن بالبرمسكس مود الداتا يتم جمعها على شكل اللي هي الإيثرنت فورمات، على شكل إيثرنت فورمات. إذا صار في عندنا فرقين رئيسيات ومهمات جدا في عملية جمع الداتا. إحنا غير إنه لازم يكون إحنا عندنا المعرفة شو الفرق بين هذا والفرق بين هذا، أيضا لازم نلاحظ انه الاجهزه اللي قاعدين بنستخدمها بالوايرلس نتورك عمليه جمع الداتا قاعده بتختلف من جهاز لجهاز ومن شبكه لشبكه، وهذا الحكي ما لاحظناهوش وما شفناهوش بالشبكات السلكيه لما سولفنا عن جمع المعلومات من خلال اللي هو الخطوط الثابتة اللاين، وكان في عندنا طرق ثابتة لجميع أنواع الشبكات أو بالهب أو بالسويتش أو بالراوتر. طيب من ناحية اللي هي الفورنسيكس تبعتنا اللي هي تحليل الأدنة الجنائية، المونيتور مود is preferable as it is completely passive and conveys more information. إذا من وجهة نظر تحليل الأدلة الجنائية، لما إحنا بنستخدم المونيتور مود من خلال استخدام اللي هو to enable the monitor mode بال 802.11 card، هاي النقطة الرئيسية بالموضوع، وهي غير مهيئة انه يستخدمها جميع الناس اللي عندهم هاي الستاندر، هو فقط يتم استخدامه من قبل الانفستيكيتر يعني الجهاز، مع الانيبل للمونيتورينج مود هو فقط بكون موجود مهيئ مين يعني لا يباع الا للانفستيكيترز، لا يهيئ الا للجماعه اللي بيحققوا، وهذول الجماعه اللي بيحققوا او بيحللوا بالأدلة الجنائية بالشبكات بيكون لهم مميزات مختلفة عن باقي الناس اللي بيستخدموا هاي الشبكة. إذن الإكويبمنت تو كابتشر موبايل تليفون، النوع الثاني اللي سولفنا عنه من أنواع الشبكات، is typically not available to investigator
وأيضا not belonging to law enforcement. هاي وين؟ بالتليفون ترافيك. إذا بالتليفون ترافيك حتى نشوف إحنا نجمع الأدلة الجنائية ونجمع الداتا ونحللها ونجمع الإيفيدنس، هاي غير مهيئة وغير مدعومة قانونيا لغاية الآن، لغاية هاي اللحظة غير مدعومة إلا بتصاريح خاصة أنه يتم استخدام إكوبمنت خاصة مشان جمع هاي المعلومات، لأنه معظم الشركات خاصة وبالتالي بيأثر عملية جمع المعلومات على اختراق الخصوصية للناس المشتركين مع هاي الشبكات. لكن إذا اقتضت مصلحة مؤسسة أو مصلحة دولة إنه لازم يتم اختراق اللي هو الموبايل تليفونز للشركات تاي، يتم اختراقها لكن بموافقات أمنية من جهات عليا، لأنه إحنا من نخترق خصوصيات الناس كتير، وحتى نجمع هاي الأدلة الآن بغض النظر إنه الولان ترافيك بصير لها عملية اللي هو الإنكربتد، عملية التفشير اللي التشفير سوري، الانفستيكيتر بإمكانهم إنه يسوي عملية للدخول لهاي الشبكة حتى لو كانت عملية الإنكربشن. طبعا عملية الإنكربشن لما تتم في الشبكات اللاسلكية تحديدا، هو الداتا قاعدة بتنتقل بمعنى آخر. يعني مثلا بدك تودي كلمة السلام عليكم، ممكن تروح لما نسوي لها عملية إنكريبشن إنه تتغير الحروف الكلمات، إنه تروح على شكل 15-17-32. فأنت لما تشوف 15-17-32 ما بتعرف إنه هاي تعني إنه السلام عليكم. الآن بالنسبة للإنفستيكيترز ممكن إنه يحصلوا على المعلومات تاي غير مشفرة من خلال استخدام اللي هي 802.11 management traffic. إذن في عندنا مميزات خاصة بتميز بها الناس اللي بيسوي عملية investigating للشبكة تبعتنا مشان يجمعوا الأدلة. لكن حتى يقدروا انه يصير لهم هاي المميزات تاي، مش انه روح انت لك الصلاحيات، ماشي هو له الصلاحيات وصار الامور مسهلة، لازم يكون في عنده اللي هو equipment بتساعده على هاي الإجراءات. وأول شغلة لازم تصير عنده إنه بال 802.11 لازم يكون المونيتور مود شو ماله enable، وهذا قلنا غير متوفر لجميع اليوزرز على الشبكة. الآن الانفورميشن اللي بيجمعها الانفستيكيترز بالشبكة لما يكون في عنده اللي هو صلاحية إنه يحصل على هاي المعلومات، اللي هي البرودكاست SSID اللي هي and sometimes even none broadcast one، وفي عندنا الواب ماك ادريسز، وفي عندنا اللي هو supported encryption authentication algorithms والassociation client ماك ادريس. وهاي مهمة جدا في رقم 3، لأنه إحنا عادة أي شبكة لاسلكية إذا أنت مش جزء منها، إذا أنت مش مساهم فيها، إذا أنت مش كلاينت بيها، شو أول شغلة بطلبها منك؟ بقول لك أعطيني اليوزر نيم والباسورد. إذا بدنا نسوي عملية هي ممكن إنه تحصل على الباسورد يعني باستخدام جهاز معين، لكن تأخذ إيش إجراءات أكثر ووقت أكثر. الآن باستخدام 802.11 مانجمنت للإنفستيكيتر باستخدام اللي هي المونيتور مود كارد، انه نسوي له انيبلينج، بصير في عندنا عمليه تسهيل في عمليه الانكريبشن وعمليه اللي هي الاوثنتيكيشن، التحقق من انه انت مصرح لك تدخل على هاي الشبكه. يعني لهم صلاحيات زياده عن الناس او اليوزرز العاديين. ال
بالولان ترافيك بالانكريبتد ولان ترافيك there is a single shared key for all station. يعني بتعرفوا في عملية الانكريبشن في عندنا اللي هو الكي اللي احنا بنستخدمه في عملية فك التشفير، وهذا يعني انه اي واحد موجود على الشبكة اللي هو الجنرال كي المفتاح العام، وفي عندنا اللي هو المفتاح الخاص. الان بامكانهم هذول الانفستيجيتر انهم يحصلوا على المفتاح الخاص مشان يفكوا التشفير، وتصل عندهم المعلومات مفتوحة زي ما طلعت من المصدر. وبالتالي هذا اللي هو مهم جدا ومساعد جدا للانفستيجيتر في انهم يقوموا بالعمليات اللي ممكن تساعدهم في عملية جمع الداتا وعملية تحليل هاي الداتا وعملية جمع الإيفيدنس في الأنواع الشبكات المختلفة. إذن بشكل عام اللي بدنا نفهمه من الشبكات اللاسلكية إنه في عندنا أنواع مختلفة من الشبكات اللاسلكية، كل واحدة منهم تشتغل على فريكوينسي باند مختلف، ومجموعة من الشانلز اللي هي عبارة عن تشتغل على جروب من الفريكوينسيز. الأجهزة مختلفة في بلد بتختلف عن الفريكوينسي اللي بتستخدم في بلد آخر، وبالتالي الإيكوبنت اللي إحنا بدنا نستخدمها مشان نجمع الداتا تبعتنا بتختلف من بلد لبلد. لازم يكون في عندنا تسهيلات وإجراءات بتساعد الانفستيكيتر في جمع المعلومات بالأجهزة المختلفة باللي هو الستاندرز المختلفة اللي شفناها قبل شوية حتى يقدروا يجمعوا المعلومات تبعاتهم. لذلك الأجهزة اللي بيستخدموها ممكن أنها تكون إكسترا فيتشرز، يعني إلها خصائص مميزات مختلفة عن الأجهزة اللي بيستخدموها الناس العاديين حتى يقدروا يجمع المعلومات. وهذا الحكي قلنا ما شفناهوش باللي هو الوير نتورك، لما إحنا بدنا نجمع الداتا هي فقط لأنه في عندنا كومبلكسيتي تعقيدات زيادة بالوايرلس نتورك، تتطلب أن يكون الانفستيكيتر لهم مميزات خاصة. لغاية هون إحنا بنكون أنهينا اللي هو الوحدة الرقم 3. مين عنده أي سؤال لغاية هون؟ مين عنده أي سؤال لغاية هون؟